اهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف الاول، معكم المعلمة وصال رزوق من مدرسة الفاطمية. سأتعرف إلى أسمائكم ثم نبدأ بدرسنا معا. غنى المير، ميرة محفوظ، أسيل الآغا، جنى إبراهي، منذر النوفة، رفيق الطليع حسين حسن، كريم حيدر، أحمد زهرة. أهلا ومرحبا بكم، أسماء جميلة. معلمتي يا معلمتي، ماذا بك يا سارة؟ لقد جئنا يا معلمتي. أهلا بكما، من أين جئتما؟ لقد كنا أنا وأخي مازن في رحلة مع أمي وأبي. هذا شيء جميل، ولكن إلى أين رحلتكما؟ لقد ذهبنا إلى الحديقة، وسأريكم الآن ما شاهدناه في هذه الحديقة. دعونا نشاهد جميعا، هيا بنا. هيا بنا. لقد شاهدنا الجبال والأشجار والشمس أيضا، وغنينا. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، وفراشة قد قالت هذا فصل الصيف، ورفيقات كل هيا للنزهة هيا، ما أجمل هذه الرحلة هيا يا أطفال. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، ورفيقات كل هيا. وأنت يا مازن، ماذا فعلت في هذه الرحلة؟ لقد صنفت الموجودات إلى كائنات حية وأشياء غير حية، ولكنني لم أنسى أصدقائي، فقد صورت لهم الحديقة حتى يصنفوها أيضا. لقد صور لكم صديقنا مازن صورة الحديقة، ما رأيكم أن نصنفها معا؟ نعم. هذه الحديقة وماذا يوجد فيها من كائنات حية وأشياء غير حية، لاحظوا معي. هل لاحظتم؟ نعم. لنبدأ، ما هي الكائنات الحية الموجودة في الصورة؟ الطفلة. غنى؟ الطفلة. أحسنت، الطفلة، وهي تمسك كتابا. ماذا أيضا يا منذر؟ قطة تتحرك. قطة تتحرك، نعم. أيضا كلب يمشي. كلب يمشي، رائع. ماذا أيضا؟ عصفور يطير. عصفور يطير. ميرا؟ وردة. وردة، ها هي الكائنات الحية الموجودة في الصورة. لنرى الآن الأشياء غير الحية التي ليست من الكائنات التي تعيش معنا. كريم، أرجوحة. أرجوحة. أسيل، حجارا. حجارة. أيضا مع لوحة. مع لوحة. أحسنت يا كريم. يا أحمد، ألوان مع لوحة. بوركت جهودكم، إجابات صحيحة. أما الآن فأنا أريد أن نستبعد الأشياء غير الحية، أنا لا أريدها. لاحظوا معي هذه الصورة، من منكم يستطيع أن يستبعد الأشياء غير الحية؟ ميرا، لعبة الدب. أيضا دراجة. الدراجة، رائع. منذر، كرة. الكرة أيضا هي ليست من الكائنات الحية. ماذا بقي لدينا؟ الطفلة. الطفلة، وهي النمر. النمر، والشجرة أيضا هي من الكائنات الحية. ولكن يا تلاميذ الصغار، سنتعلم اليوم
أن الطفلة هي مثلنا، هي إنسان، نقول عنها إنسان لأنها تأكل وتعيش وتنمو. أما هذا النمر فهو من مجموعة الحيوانات، نقول عنه حيوان. ماذا نقول عنه؟ حيوان. هل شاهدتم حيوانات قبل؟ نعم. من شاهد لدينا برفع اليد؟ حسين. قطة. قطة. كريم. كلب. أحمد. ما هو؟ أسد. أسد. غنى. ميرا. منذر. عصفور يطير. عصفور. وأنا رأيت الخروف، ورأينا الضفدع يقفز، والأرنب، وهذه كلها نقول عنها حيوانات. أما الأشجار والنباتات والورود التي لها أوراق وساق وتعيش وتتمسك في التربة هي نبات. ماذا نقول عنها؟ نبات. أحسنتم. الآن من يستطيع أن يستخرج لي الكائنات الحية في هذه الصورة؟ كريم تفضل إلى هنا. هل الطفل كائن حي؟ نعم. ماذا نقول عنه؟ إنسان؟ إنسان أم حيوان أم نبات؟ إنسان. أحسن. تعال إلى هنا. أريد من كريم أن يضع دائرة حول الإنسان في الصورة. تفضل. لنضع دائرة حول الإنسان. أحسن. وهو كائن حي. الآن من أيضا وجد كائنا حي في الصورة؟ ميرا. بط. البط. وهو إنسان أم حيوان أم نبات؟ حيوان. تفضلي إلى هنا يا ميرا لنضع دائرة حول البط. ماذا نقول عنهم؟ بط. حيوان. بط. إنهم من مجموعة الحيوانات. أحسنتي أحسنتي يا ميرا. من أيضا؟ منذر. ماذا وجد؟ الأشجار والنباتات والعشب. تفضل. ماذا نقول عن النباتات والأشجار؟ نبات. من مجموعة النبات. إلى هنا يا منذر. ضع دائرة حول الأشجار في الصورة. أحسنت. إجاباتكم كانت صحيحة، ولكن سارة لديها سؤال. والآن أخبروني يا أطفال، هل هناك أنواع مختلفة من النباتات في هذه الصورة؟ هل الصورة التي شاهدناها فيها أكثر من نوع من النبات؟ نعم. لنتأكد معا. كريم. وردة. أيضا. غنى. شجرة. أشجار. إذن وجدنا أشجارا كبيرة. أيضا. وأشجار صغيرة. أحسنت يا حسين. وأيضا يا منذر. وعشب. وعشب. إذن ثلاث أنواع في هذه الصورة من النباتات. والنباتات يا أطفالي ويا تلاميذي الصغار هم نعمة من الله تعالى يجب أن نحافظ عليها، وذلك لأن النبات يعطينا التغذية ويعطينا المنظر الجميل وتقوى به أجسادنا. ما رأيكم الآن أن نقوم بالعمل معا؟ لنقوم بالانقسام إلى مجموعة الشكل ومجموعة الحجم.
انذر. سأقرأ لكم الأسئلة الموجودة لديكم. ميرا، سؤالك هو: هل الناس في هذه الصورة أمامك لهم نفس الشكل؟ فكري يا ميرا ثم أجيبي. أما أنت يا كريم فسؤالك: هل الناس في هذه الصورة لهم نفس الحجم؟ سؤالك يا أسيل: هل النباتات في هذه الصورة، الحيوانات في هذه الصورة لها نفس الشكل؟ لا. نفكر ثم نجيب. سؤالك يا كريم: هل الحيوان، يا حسين، هل الحيوانات في هذه الصورة لها نفس الحجم؟ جنى: هل النباتات في هذه الصورة كلها بنفس الشكل؟ منذر: هل هذه النباتات لها نفس الحجم؟ سأترككم قليلا حتى تفكروا وتدعوا لي الإجابة الصحيحة في هذا المربع. لنرفع الإجابات عندما ننتهي. ونتعاون ونسأل بعضنا في نفس المجموعة، التعاون أساس للنجاح. نرفع الإجابات. أريد مندوب المجموعة الأولى ومندوب المجموعة الثانية أن يعطيني إجابات التي اكتشفوها. ماذا اكتشفتم في مجموعتك يا أحمد؟ أن الكائنات الحية تختلف بالحجم. وأنت يا غنى؟ أن الكائنات الحية تختلف بالشكل. أحسنتم، إذن اكتشفنا معا أن الكائنات الحية. بأدائكم المميز تختلف بالأشكال كما قالت مجموعة الشكل، وبالأحجام كما قالت مجموعة الحجم. بوركت جهودكم وشكرا لكم على عملكم المتعاون. توصلنا إلى أن الكائنات الحية تختلف بماذا؟ شكل، برفع اليد، برفع اليد. جنى، بما تختلف الكائنات الحية؟ بالشكل. أحسنتي أحمد، بما تختلف؟ الحجم. غنى؟ بالشكل. كريم؟ بالحجم والشكل. أحسنتم، إذن تختلف بالحجم والشكل. أما الآن فيسألنا صديقنا سامي: بما تتشابه الكائنات الحية؟ بما تتشابه الإنسان والحيوان والنبات؟ لنرى حتى نجيبه على سؤاله. أنتم الذين ستجيبون، هل شاهدتم أحدا يذهب إلى عمله وهو واقف؟ لا. أريد الإجابات برفع اليد. ماذا نفعل أيضا إذا أردنا أن نذهب إلى درسنا أو إلى مدرستنا أو إلى أن نقوم بأعمالنا اليومية؟ نتحرك. نتحرك. أحسنت يا كريم. غنى؟ نتحرك. نتحرك، كيف نتحرك؟ نمشي. أحسنتم، نمشي، نركض مثل هذا الإنسان. وجميعنا نتحرك، الكبير والصغير. فالإنسان هو كائن حي يتحرك. هل الحيوان أيضا يتحرك؟ هل شاهدتم حيوانا يتحرك؟ نعم. من شاهد حيوانا يتحرك؟ حسين؟ عصفور يطير. أحسن. كريم؟ ضفدع يقفز. ضفدع يقفز. ميرا؟ وردة. وردة، هل تتحرك الوردة؟ نعم. الوردة هي من النباتات،
سنتحدث عنها بالنبات، أما أريد الآن حيوانا يتحرك. منزل؟ قطة. قطة. غنى؟ أرنب. أرنب يقفز. ميرا، هل وجدت حيوانا؟ من؟ أرنب. أرنب يقفز. إذن جميع الحيوانات تتحرك أيضا مثل هذا الحصان. هل النبات يتحرك؟ نعم. هل شاهدتم نباتا ينتقل من مكانه؟ لا. لنفكر معا، عندما ينمو النبات إلى أين يتحرك؟ إلى الأعلى. أحسنتم، إلى الأعلى. وعندما تهب الرياح ماذا يحدث للأوراق؟ تتحرك. أحسنتم، فهو يتحرك ولكنه لا يستطيع أن يترك التربة وينتقل من مكان إلى آخر. فوجدنا إذن النتيجة بأن النبات يتحرك أيضا. من يتحرك إذن من الكائنات برفع اليد؟ ميرا. حصان. أريد من الكائنات. كريم. وردة. منزل. كلب. كلهم معا نسميهم مجموعة الإنسان، حيوان، نبات. أحسنتم، ولكن أريد إجابات برفع اليد. ماذا تفعل هذه الفتاة يا منذر؟ تتنفس. أحسن، هل تستطيعون أن تقلدوها؟ نعم. هيا لنتنفس معا. كيف تتنفس؟ من أنفها. حسين، ماذا نسمي هذا التنفس؟ شهيق زفير. أحسنت يا حسين. فالإنسان هل يستطيع أن يبقى بدون تنفس؟ لا. ماذا يحدث له؟ يموت. يموت. أحسنت. الإنسان يتنفس من الكائنات. القطة، ماذا تفعل القطة يا غنى؟ تتنفس من خشمها. من؟ من أنفها. أنفها. ماذا تفعل هذه القطة يا كريم؟ تتنفس من أنفها. أحسن، تتنفس من أنفها مثل الإنسان، تتنفس الهواء حتى تعيش. وهذه السمكة تتنفس. أحمد، تتنفس. تتنفس حتى وهي تحت الماء تتنفس. الكائنات الحية من حيوانات وإنسان إذن تتنفس. النبات والورود والأشجار هل تتنفس؟ نعم. كيف؟ لا نعرف. أحسنت، نحن لا نعرف كيف لأننا ما زلنا صغارا، ولكن عندما تكبرون ستعرفون كيف يتنفس النبات. وهو أيضا كريم جدا، يعطينا غاز الأكسجين حتى نتنفسه نحن. فالنباتات كلها تتنفس. يتنفس إذن برفع اليد. حسين. إنسان. كريم. حيوان. ميرا. نبات. والنبات أيضا. أحسنتم. أسيل، ماذا يحدث لهذه الفتاة الصغيرة؟ يكبر. هي فتاة، نقول يا أحمد تكبر. تكبر. بقيت تكبر وتكبر وتكبر حتى أصبحت عجوزة. عجوزا أو جدة. وهذا الصبي يا منذر؟ يكبر. يكبر، فهو يكبر وينمو. ينمو حتى أصبح عجوزا. أحسنتم، هل لديكم طفل صغير في منزلكم؟ نعم. سيبقى صغيرا؟ لا. لأنه سينمو يصبح مثله ومثل أهله.
فالإنسان يا صغاري ينمو. ميرا، ماذا حصل لهذا الحصان؟ يكبر. كان صغيرا ثم كبر 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 حتى أصبح حصانا قويا. منذر، ماذا حدث لهذا الصوص؟ كان صوصا صغيرا صغيرا وصار صوصا وأصبح دجاجة. إذا كان صوصا صغيرا ثم أصبح صوصا أكبر ثم أصبح دجاجة، فهو ماذا؟ ماذا يحصل للصوص؟ إنه يكبر وينمو. أحسنتم، يكبر وينمو. كريم، كان بذرة. أحسن. وكبر حتى أصبح كبير. أيضا النبات يكون بذرة صغيرة ويكبر وينمو. هنا ماذا حدث لهذه البذرة يا ميرا؟ أصبحت وردة أو قد تصبح شجرة كبيرة، فالنباتات معها تكبر وتنمو. من ينمو إذا؟ إنسان، حيوان، نبات. ماذا شاهدنا في هذه الصورة؟ غنى، أم وأب. ماذا حدث في هذه العائلة يا أحمد؟ كثر عددهم وجاءت أفراد جديدة، فالإنسان ينتج أفرادا جديدة. أخ لي وأخ لك وأخ، هكذا تكبر العائلة ويكثر جدا عددها، فالإنسان نقول عنه بأنه يتكاثر. هذه الصور لدينا، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ جنى، ماذا يوجد في الصورة؟ دير و غنى، ماذا يوجد؟ دجاجة ودير وأولادهم وصغارها. إذن يوجد دجاجة ودير وصغارها. عندما فقست البيوت كثر عدد عائلة الدجاج. وهنا منذر، بقرة وصغيرها هنا. إذن الأبقار أيضا تنتج أفرادا جديدة، والأرانب أيضا. أحمد، أب وأم والصغار هي عائلة الأرانب، وبذلك نصل بأن الحيوان يتكاثر. والنباتات أيضا، عندما نزرع نحن نبتة أو زهرة في أصيص نرى أنها بعد فترة قد أنتجت ورودا جديدة، فهي تتكاثر وتنتج أفرادا جديدة. من يتكاثر برفع اليد؟ كريم، إنسان، حسين، حيوان، ميرا، نبات. أحسنتم. ماذا يفعل هذا الطفل يا منذر؟ يأكل. لماذا يأكل هذا الطفل أحمد؟ لكي يكبر ويصبح جسده أقوى. صح. الإنسان لا يستطيع أن لا يأكل، ماذا يشعر إذا ترك الطعام؟ بالجوع. ميرا، ماذا يشعر؟ بالجوع. غنى،
بالجوع. بالجوع. وإن ترك الطعام ما سيحدث له؟ سيموت، لأن الإنسان يجب أن يتغذى. هذا الأرنب ماذا يفعل؟ منذر يأكل جزرة. أيضا يأكل جزرة. وهذا العصفور غنى يأكل، تطعمه أمه، لأن الغذاء يقويه ويجعله يطير بشكل أسرع. الحيوان أيضا، ماذا الحيوان يتغذى ويأكل؟ هل النبات يتغذى برأيكم؟ نعم. إذا ربينا نحن أو اعتنينا بنبتة في بيوتنا، ماذا نفعل حتى نعتني بها يا كريم؟ تشرب. نسقيها ماء. نسقيها بالماء حتى تنمو، تكبر. وأيضا نساعدها، نضع لها السماد والمواد في التربة وتتغذى منها وتصبح مفيدة لنا. النبات يأكل ويتغذى. من يتغذى إذن؟ إنسان، حيوان، نبات. جميع الكائنات الحية إذن تتشابه بعدة أشياء، وهو جواب لسؤال سامي. بماذا تتشابه الكائنات الحية؟ تتحلق لنقلدها، وتنمو، وتتنفس، وتأكل، وتتكاثر. أحسنتم، لقد وجدنا الجواب الصحيح لسامي. أما الآن عليكم أن تجيبوا أنتم على هذا التصنيف. أسيل، تعالي إلى هنا. أريد منكم الانتباه جيدا حتى نضع إجابات صحيحة. أسيل، ما هذه الصورة؟ خروف. أين هو؟ سنضعه بالإنسان أم حيوان أم نبات؟ لنرى. حيوان، أحسنت، شكرا لك. منذر، ما هذه الصورة يا منذر؟ أشجار. أين نضعها؟ بإنسان أم نبات أم حيوان؟ نبات. لنرى. أحسن. وهذا الطفل الصغير حسين؟ إنسان. إنسان، في مجموعة إنسان. كريم، ما هذه الصورة؟ إنسان. إنه شاب ولكن يعتبر أيضا في مجموعة إنسان. أحسنتم وتستحقون النجوم. أما سباقنا الأخير سيكون معكم. السؤال الأول، عندما أسألكم وتجيبون ستسير سيارتنا، أما سيارة الحاسوب فهي لن تسير. السؤال الأول، هذا النمر هل هو نبات أم حيوان؟ أحمد، حيوان. إذن تعال إلى هنا. أين نضعه؟ في مجموعة النبات أم الحيوان؟ لنضغط عليها. نضغط جيدا. أحسن، وقد سارت السيارة. أيضا السؤال الآخر لأسيل. ألي منذر، تعال يا منذر إلى هنا. هل النباتات تتنفس؟ هذا سؤال منذر، نعم أم لا؟ لنضغط عليها.
هكذا. أحسنت، وقد سارت السيارة. السؤال الآخر، ينمو ويكبر يا كريم، من هو الذي ينمو ويكبر، الأرنب أم الكرة؟ الأرنب. نضغط عليها وتمشي سيارتنا. السؤال الآخر، غنى تفضلي إلى هنا. في هذه الصور لدينا كائنان يختلفان بالشكل وبالحجم، الفيل والثعلب. لنضغط عليها. أحسنت. والسؤال الأخير معنا لجنى، هيا يا جنى. سؤالك، اختر الصورة التي تحتوي كائنا حي، هل هي السمكة أم حقيبة المدرسة؟ السمكة. أحسنت، وقد فزنا في السباق. أحسنتم جميعا، وذهبوا مازن وسارة إلى منزلهم. وبذلك نكون قد تعلمنا من درسنا لليوم أن نميز الكائنات الحية والأشياء غير الحية، وكذلك تصنيف الكائنات إلى إنسان وحيوان ونبات. دمتم بخير، وشكرا لكم على جهودكم معنا، وإلى اللقاء.